ترفين مباراة قاعدة تدور في قاعة الحمامات وتجمع في اللحظات هذه بين الدالية الرياضية بجرومبيليا والشبيبة الرياضية القيروانية مقابلة انطلقت الخمسة متاع العشية. ونعطيكم البرنامج الكامل لمقابلات اليوم لحساب الجولة الثامنة من بطولة كرة السلة المحترفين لرمانطة العشية. الملعب النابلي يلعب ضد الزهرة الرياضية كما قلنا الخمسة مباراة الدالية الرياضية بجرومبيليا مع الجي اس كا. الخمسة متاع العشية ديربي الساحل في القاعة الأولمبية بسوسة بين النجم الساحلي والاتحاد المنسيري كيف كيف الجورجاني لكن دون حضور الجمهور. الخمسة متاع العشية انطلقت مباراة النادي الافريقي مع شبيبة المنازة والستة متاع العشية تنطلق مباراة اتحاد لانسار مع النجم الراتسي. ما نطولوش عليكم نمشي لقاعة الحمامات وين موجود زميلنا وسام القرقني ناخذوا مع عنده فكرة على النتيجة الحالية وأجواء مباراة الدالية الرياضية بجرومبيليا والشبيبة الرياضية القيروانية. وسام مساء النور ومرحبا بك. مرحبا بك سيد ومرحبا بكافة المتابعين وفي راديو الحياة فام. تحية رياضية من قاعة الحمامات مشنا في جرومبيليا. نحن في قاعة الحمامات أكيد قاعة جرومبيليا فيها الهيئة العليا للانتخابات. منذ لحظات سيد انتهت الفترة الأولى أو الشوط الأول على تقدم الفريق المحلي الدالية الرياضية بجرومبيليا 35-24 منذ لحظات انتهاء الشوط الأول 35-24. الحقيقة الشبيبة بدأت اللقاء يعني بتأخر في النتيجة وصلت في العشر دقائق الأولى والمرحلة الأولى وصلت النتيجة 20-6. الشبيبة ما دخلتش منيح في اللقاء لكن بداية الفترة الثانية من الشوط الأول تحسن فيها المردود وكانت الثلاثية الأولى للعب يوسف الضيف وصلنا 20-9 وقربنا برشا وصلنا 20-16 لكن لهنا اللاعب الأجنبي في الدالية الرياضية بجرومبيليا إينان روميو صنع الفارق. الشبيبة اليوم تلعب بدون لاعب أجنبي. نعطيك تشكيلة الفريق سيد حمزاوي مروان سجني خليل فتناسي فراس ضيف يوسف عبيد كشات لغنج مروان عبودي يوسف محمد المنفذ وما يسمى بال يلقب بأبل الدراجي جيبسي محمد مكني فهد جواحد يوسف تشكيل الشاب على الاخر سيد ما فيهاش برشا اسماء فيهاش برشا انتدابات. يدرب الفريق احمد الكيفي بمساعده مسلم شلوف وخليل النجار معد بدني احمد السبري مرافق الفريق هشام الشواشي ومسؤول عن فرع كرة السلة محمد سليم المجبري. فريق الدالية الرياضية بجرومبيليا بعشرة لاعبين عمار يثري مجدي شوك بن مخلوف جابر بوزو فاكر سيسي حازب إينان رومي وهو لعب من الكوت ديفوار بن صالح كريم ونصر حسين أسامة شبوح وراجدي محمد أيمن يدرب الفريق قاسم ورش فاني طاقم التحكيم كحكم رئيسي صابر الرزدي مساعد أول كحكم بلال بن تخيات وحكم مساعد ثاني أحمد شوية مراقب اللقاء هو نوف الشدو طولت المقاتيين سناء الجني وسامي بن تومية وبرهان التلي. تفاصيل الشوط الأول هو انتهاءه على فترة 20-6 لجرومبيليا. تفاصيل الفترة الأولى 20-6 الفترة الأولى من المرحلة من الشوط الأول 20-6 لجرومبيليا. الفترة الثانية كان تفوق للشبيبة 18-15 رجعت الشبيبة عن طريق الثنائيات وزوز ثلاثيات الحقيقة رجعت بهم الشبيبة حتى الدالية الرياضية بجرومبيليا عندها زوز لاعبين الحقيقة قاعدين يقدموا في أداء كبير خاصة في الثلاثيات. الشبيبة بفريق الحقيقة شاب سيد اكتشاف لاعبين جدد الفريق قاعد فقط وسام حبيت نستفسر على غياب بالحسن الشيحي يبدو لي تواصل غياب بالحسن الشيحي موجود وتنقل مع الفريق عنده إصابة من منعته كذلك اللاعب الأجنبي مش موجود لهنا حتى حكينا مع المسؤول الأول على فرع كرة السلة السيد سليم المجبري وعبر عن استيائه من تصرفات اللاعب هذا اللي البارح السيد ترينا وكان معناه موجود
في القائمه اللي باش تمشي للحمامات باش تلعب، لكن رفض انه يمشي. وبعد بعث المانجر نتاعو ارساليه انه يطالب كيفاش ينجم يلتحق اللاعب بالفريق، لكن السيد سليم مجبري قال نحن فريق محترف والتصرفات هذه ما يلزمش تتواصل. سبب الاشكال شنو كان عندكش فكره وسام؟ الحقيقه ما قالوا لي سبب الاشكال، هو سبب الاشكال انه حب ياخذ الفلوس نتاعو قبل اللقاء، المستحقات الماديه نتاعو. نعم. المستحقات الماديه حسب مسؤول مازال ما بداش ينشط معناها تو طالب مستحقاته. والحقيقه حتى المستوى نتاعو كان مستوى متوسط الحقيقه، معناها مش مستوى كبير الحقيقه اللي تخليه يفرض او يحط برشا شروط. لا ما كان المستوى نتاعو ما يلزمش يتصرف بالطريقه هذه، هو لاعب اجنبي محترف. على كل حال فقط وسام حبيت ناخذ فكره على الاجواء اللي قاعده تدور فيها المقابله. نعرفوا مباراه ماهيش في قاعه جرومبيليا، في قاعه الحمامات، على مستوى حضور الجماهير يثمش بعض شبيبة في المباراة. أكيد أكيد ماك تعرف فرع الشيخ يسمى سيد، أكيد فما بعض الحباب، فما حضور رئيس الشبيبة سمو رد البنكحل أكيد رئيس الهيئة التسييرية، وكذلك وجود اللاعب السابق للشبيبة ومدرب سمير بودن موجود معناه لهنا على يمين على يميني من جهة المنصة منصة الصحفيين، وعلى يساري أحباء بعض الأحباء من الدالية الرياضية بقرمبيلة، كذلك أحباء الشبيبة متواجدين. الحقيقة فرع الباسكيت عنده جمهور وفي ويمشي معاه ويديبلاسي، والحقيقة راو السيد اللي فرع هذا في حتى في التشكيله ولا في البنك الاحتياطيين، فمش كل اللاعبين اللي تراهم مع هكا معروفين كبار كلهم لاعبين الحقيقه الشبان كما خليل السجني ولا حمزاوي مروان، اغلبهم من ابناء النادي. اغلبهم من ابناء النادي، عبودي يوسف، جيبسي محمد ايوب، مكني فهد، جواحد يوسف، الحقيقه اسماء ان شاء الله تاخذ الفرصه نتاعها، ان شاء الله يتحسن الاداء نتاعها، وان شاء الله الشبيبه تعود وتنسى الفتره الاولى اللي بدات فيها بدايه سيئه الحقيقه اللي رفعت فيها الدالي بجروبيليا الفارق وصل حتى 20-6، لكن الفتره الثانيه من الشوط الاول الشبيبه عادت ونوعت اللعب وورينا باسكيت حلوه، ان شاء الله في الفتره الثالثه تعود الشبيبه وتنظم الصفوف ونرجعوا في النتيجه ان شاء الله، لما لا جينا لهنا من اجل الانتصار. يعطيك الصحه زميلنا وسام القرقني، واحنا بداونا نخلي لك بعض الوقت باش تسترجع انفاسك، وان شاء الله نرجعوا لك مع بدايه الشوط الثاني والفتره الثالثه. نعاود نذكر نهايه الشوط الاول من مباراه الجوله الثامنه لبطوله كره السله للمحترفين في قاعه الحمامات باسبقيه للداليه الرياضيه بقرومبيلي على حساب الشبيبه الرياضيه القيروانيه مع 11 على نتيجه 35 مقابل 24. فتره اولى في الحقيقه استغل الدالية الرياضية بقرومبيليا وخذا فيها مع 14 نقطة كاملة، لكن تحسن أداء الشبيبة في الفترة الثانية اللي كانت لصالحه 18 مقابل 15. إن شاء الله الملاعبية يكونوا دخلوا في المباراة بلغة الكورة ويتحسن أدائهم في الفترة الثالثة ولا رابعة، ولما لا اقتلاع ثلاثة نقاط للمباراة نتاع اليوم، مباراة مهمة مع منافس مباشر الدالية الرياضية بقرومبيليا. إن شاء الله الجي اس كي تتوفق في العودة بنقاط المباراة. هاو نذكركم مرة أخرى ببرنامج المقابلات في نفس الإطار الجولة الثامنة من بطولة كرة السلة للمحترفين. كما قلت الأربعاء متاع العشية في قاعة بيرشلوف انطلقت مباراة الملعب النابلي مع الزهرة الرياضية، سينو بقية المواجهات الخمسة متاع العشية الجي اس كي متأخرة في نتيجة في الحمامات ضد الدالية الرياضية بقرومبيليا 35 مقابل 24. دربي الساحل قاعد يدور في اللحظات هذه في القاعة الأولمبية بسوسة بالإتوال والاتحاد المنستيري، كيف كيف الخمسة متاع العشية في قاعة الجورجاني ودون حضور الجمهور النادي الافريقي يستضيف شبيبة المنازة، والستة متاع العشية تنطلق مباراة اتحاد لانسار مع النجم الرادسي. مواصلين في متابعتنا وتغطيتنا لمباراة كرة السلة بين جي اس كي والدالية الرياضية بقرومبيليا. ان شاء الله يرجع لنا زميلنا وسام القرقني مع بداية الشوط الثاني. نعملوا ترتيحة مع الموسيقى ومن بعد مواصلين المشوار على موجات الحياة فهمنا.